السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم نوفل بن علي على انفوكار. اليوم معنا واحد الطوموبيل اللي كتخرج دابا غير في لوكازيون، ما بقاتش في الدوبل في، الا ود ان الموديل ديالها الجديد خرج. اجيو تكتشفوا معايا اليوم لا 3 جينيراسيون ديال لا تويوتا ياريس فاز 3. واحد التاريخ خفيف على لا تويوتا ياريس. اول تويوتا ياريس بدات من 1999 استمرت حتى 2006، ومن بعد خرجت الدوزيام جينيراسيون من 2005 استمرت حتى 2011، ومن 2011 جات لا 3 جينيراسيون. هاد لا 3 جينيراسيون بداو فيها ثلاثه ديال لي فاز. الفاز الاولى بدات من 2011 استمرت حتى 2014، ومن 2014 استمرت حتى 2017، ومن 2017 ل 2020 هي هاد الموديل هذا اللي معنا اليوم. وكاين لا 4 جينيراسيون اللي بدات من 2020 لدابا، غادي نجبها لكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايين. اجي نتعرفوا على هاد الطوموبيل هادي الزويونه، اكستيريور انتيريور مونتور كلشي. بسم الله لا ياريس من القدام. الطوموبيل صراحه جات اغريسيف، كديجاجي واحد لا سبورتيفيتيس بحال لا تويوتا، ديما كيديروا واحد لي ديزاين ديالهم سبحان الله اونيك ديالهم هما نيت. لاحظوا معايا هنا لي بروجيكتور ديالها صراحه جاو الشكل ديالهم زوين. هنا عندنا الفو جوغ، هاد لي بارتي ديالو هنا اون كروم ولكن مكملين الفو جوغ صراحه جاز داكشي ستيلي. لو لوغو ديال تويوتا جا هنا اون كروم، هاد لي بارتي هادو عاوتاني ديال الجناب جاو اون كروم. عندنا هنا لي زونتي برويار، هنايا عندنا الكالوندر الكبير ديال تويوتا. بالنسبه للباك اللي معنا اليوم هو الباك سيتي، هو لونتري دو كام ديال الطوموبيل، ولكن صراحه ما بيهش زوين. لاحظوا معايا الطوموبيل جا بهذا، اول حاجه ليها هو البيتون. لاحظوا معايا الفوق ديال الطوموبيل جا في لو نوار، والتحت خلاوه في نفس لا كولور ديال الطوموبيل، صراحه طاح الشكل داكشي زوين. هنا عندنا لي جونت ار 14 معهم لي زونجو ليفر ديالهم. عندنا هنايا الكلينيطون ديال السينيال. بالنسبه للطول ديال الطوموبيل 3.95 متر، العرض ديالها 1.70 متر، وبالنسبه للارتفاع ديالها 1.55 متر. بالنسبه لياريس من اللور، لاحظوا معايا هنا الضواو في اللور الشكل ديالهم زوين، جاو اليد. هنا اللور عندنا لا كاميرا ديال اللور، لوغو ديال تويوتا، سيناتور ديال ياريس. بالنسبه للباشوك ديالها جاو في هاد لي بارتي هادو اللي هنا اللور بالبلاستيك، وهنايا فيهم لي ريفليكتور، صراحه الشكل ديالهم زوين. وهنايا حتى هو جا بلاستيك. بالنسبه للكوفر ديال الطوموبيل، الكوفر ديال الطوموبيل فيه 279 لتر صراحه. المهم على قد الطوموبيل، الطوموبيل صغيره سيتادين ما يمكنش يكون فيها شي كوفر كبير. الوغ هاد لابارتي هادي عندنا لتحت، هنا عندنا البنو دو سكور، البنو دو سكور ولا جونط نفس العبار ديال اللي عندنا في الطوموبيل هما نيت، سكيفي تقدر تحيد الرويضه وتردها هنايا اليز. المهم الموتوريزاسيون اللي معنا اليوم هي 3 سيلندر 1 لتر. الطوموبيل فيها 69 ديال الخيل، 95 في الكوبل. الطوموبيل صراحه ما فيهاش الجهد بزاف، ولكن من احسن الطوموبيلات الصراحه اقتصاديا اللي كاينين دابا في ليسونس. بالنسبه للخيل ديالها في المغرب 6 ديال الخيل 350 درهم الضريبه ديالها. كاينين دوطخ موتوريزاسيون، كاينين في ليسونس كاينين الان 3 وكاين الان 5، وبالنسبه للديزل كاين الان 4 كتجي فيها 90 ديال الخيل، وكاين بيان سور موتوريزاسيون هيبريد عاوتاني حتى هي اللي كانوا فيها في ديك الساعه. الطوموبيل من 0 ل 100 كديرها في 13.3 ديال لي سكوند. الفيتاس ماكسيموم ديالها كتوصل حتى ل 155 كيلومتر في الساعه. ولكن اهم حاجه اللي كاينه في الطوموبيله هذه هي لا كونسوماسيون ديالها. لا كونسوماسيون ديالها الطوموبيله ما كتكونسوميش بارابور الطوموبيله اسانس، صراحه ما كتكونسومي والو، موتور صغير. الوغ الكونسوماسيون ديالها ميكست كتجي 4.3، بالنسبه للمدينه كتكونسومي حتى 5.3، بالنسبه للطريق طويله كتكونسومي 3.8. وهذا الشيء هو اللي مهم عندنا في الطوموبيله هذه هي لا كونسوماسيون. المهم طوموبيل سيتادين باش تمشي تقضي بها الغرض ديالك، باش تمشي تسخر دير اي حاجه بغيتيها. اجي تشوف معايا الانتيريور. بالنسبه للباب ديال الطوموبيل، لاحظوا معايا هنا عندنا بلاستيك موسيك في الطوموبيله كامله. المهم لي ماتيريال ديال الطوموبيل ماشي دي ماتيريال كاليتي، ولكن المهم على قدها وعلى رابور كاليتي بري مزيان. هنا عندنا بلاستيك موسيك عاوتاني، هنا عندنا في لو غري هاد لابارتي اللي جات هنا عندنا بالثوب. عندنا زاج الكتريك غير ديال القدام، اللور ما كاينينش، باغ كونطخ الفيرسيون اللي فوق منها فيها زاج الكتريك. هنا باش كتحلو كتصد الطوموبيل، وهادي باش كتبلوكي الزاج. هادي اللي كتبلوكي الزاج ما الا لاحظتوا راه ما عندناش الزاج الكتريك اللور، ولكن راه يفوا كتورك عليها كتبلوكي لك الزاجه هادي اللي حداك على اليمين، علاش ما عرفتش. المهم كلشي مزيان. بالنسبه للي باف عندنا 6 ديال لي اوبارلو عندنا في الطوموبيل. عندنا هادو جوج من هنا قدام وجوج ديال اللور وجوج عندنا من هاد لابارتي هادي. بالنسبه لهنا عندنا ايرباك، الطوموبيله فيها 4 ديال لي زيرباك. الو هاد لابارتي هادي عندنا باش كتحرك الزاج ديال الريتروفيزور، هنا باش كتشري الكابو. هاد لابارتي هادي باش كتحل الريزرفوار ديال الطوموبيل فوالا. بالنسبه للجلسه ديال الطوموبيل صراحه مزيانه ترونكيل اليز. بالنسبه للفولون جا الشكل ديالو زوين. هاد لابارتي هادو جاو عندنا هنايا في لو غري. هاد لابارتي هادي باش كتزيد وكتنقص الصوت، وباش كتقلب لي مود هو الاف ام ا ام، ولا مثلا تقدر تقلب البلوتوث.
بالنسبه للكونتر اللي عندنا هنايا فيه 220 في الوسط، كاين واحد الكونتر واحد اخر كتجي فيه واحد ليكرون صغيره هنايا في الوسط. المهم هذيك كاينه في لي غام الاخرين. وكاين هنايا عندنا الانديكاتور ديال شونجمون دو فيتاس، راه مكتوبه هنايا شيفت اوتوماتيكمون ملي كتعمر مثلا الفيتاس مثلا كنتي غادي بالثروازيام كسيريتي عليه بزاف كتعطيك باش تدوز للكاتريام كتشعل لك هنايا سينيال. فالديتيكتور ديال البريسيون ديال البنو. الفولون ريغلابل اون اونتور اي اون بروفوندور، لاحظوا معايا صراحه بلانك. الو هاد لابارتي هادي عندنا هنايا عندنا واحد لاسباس ديال لونجمون. الو بالنسبه للبواط فيتاس عندنا هنايا 5 فيتاس، كاين في الفيرسيون لي فوق منها كيجيو هاد البومو دو فيتاس الفوق ديالو كيكون مبدل كيكون عطي واحد الشكل عاوتاني شويه احسن. هنا عندنا جوج ديال لي فوق غوبليك، عندنا هنا واحد لاسباس دو لونجمون صغير. لاحظوا معايا هنايا كاينه واحد لابارتي هادي كتخرجها ديال اليو اس بي كتكون هنايا في البواطاغون. بالنسبه للكليماتيزاسيون عندنا هنايا عاديه، كاينين الفيرسيون لي فوق منها كيكون فيها كليما بيزول. الو هنا عندنا الديتريس ديال الطوموبيل، عندنا هنايا هاد ليكرون هادي كتقدر تحكم فيها فيها النافيغاسيون، فيها ما فيهاش كار بلاي بيان سور. المهم هذا اندرويد، المهم صراحه مزيان حتى هو فيه بلوتوث، بلوتوث سامارش بيان ترونكيل. لاحظوا معايا هاد لابلونش دو بور اللي عندنا هنايا جات في الكري، كاينين عاوتاني طوموبيلات وحدين اخرين اللي كيجيو فيهم هاد لي بارتي هادو في لو روج، صراحه كيجيو الشكل ديالهم زوين. وكاينين دوطخ كولور عاوتاني كيكونوا في الطوموبيل نيت. هنا عندنا لو اس بي او حدا الفران امان، وعندنا هنايا اللور عاوتاني واحد البلاصه ديال غوبلي. الوغ هاد لابارتي هادي اللي عندنا هنا الفوق عندنا البار سولي، هنايا ما كاين لا مرايه لا والو. بالنسبه للباساجي عنده المرايه ولكن ما فيهاش الضوء. هنا الفوق عندنا ما عندناش شي حاجه كثيره، عندنا هنا الضوء ديال اليمين والضوء ديال اليسار وباش كطفي هنا في الوسط. بالنسبه للور اللي جالسين ما عندهمش الضوء عاوتاني. الوغ بالنسبه للجلسه ديالي صراحه ترونكيل مزيانه، السياج صراحه كونفورتابل ترونكيل اليز. بالنسبه للسياج راه ماشي الكتريك، سياج مانويل كتريقلهم عاوتاني على حسب، ولكن المهم مزيان حتى صراحه حتى هكا تمام ديال هكا ترونكيل اليز. خليت الجلسه ديالي بحال هكا مثلا نشوف شي واحد الا كان قدي واش يجلس اللور اليز ولا لا. اجي تشوف معايا بسم الله. الو كيما شفتوني جيت دخلت ما كاين حتى شي حاجه هنايا حابسك، ما كاين والو صراحه، كتدخل الطوموبيل اليز ترونكيل. الو شنو اللي كيديرونجيك في الديسا؟ فاش كدير بحال هكا شنو عندنا؟ لوبيتات لوبيتات خاصك تطلع شي شويه الفوق فوالا. دابا الجلسه صراحه ترونكيل، انا صراحه الراس ديالي قايس شي شويه الفوق ولكن صراحه ترونكيل. هنا كاين ليسباس الفوق بيني وبين الراس صراحه كاين شويه ديال ليسباس مي بون مزيان. لاحظوا معايا هذا الشكل ديال لي زابيتات اللي عندهم صراحه والله الا فريمون زوين. بالنسبه للور عندنا هنايا ثلاثه ديال لي زابيتات، بالنسبه للكراسة اوتوماتيكمون راه كيخرجوا ايزوفيكس. لاحظوا معايا الشكل ديال هاد الصمطه هادي اللي جاني غريب، مدوزينها من الفوق وخارجه من لهنايا عالم. المهم الشكل ديالها زوين. هنا عندنا لي بواني فوالا، هادشي هذا اللي كاين هنايا اللور. هنا عندنا واحد البلاصه هنا صغيره ديال بورت غوبلي. صراحه الطوموبيل فيها واحد الصوغه زوينه خفيفه، الطوموبيل كتحس بها ديال بصح، والفولون بريسي صراحه زوينه. وصلنا لنهايه الحلقه ديال هاد الطوموبيله هادي، كنتمنى هاد الفيديو هذا يكون عجبكم. نتلاقاو في طوموبيله جديده في نهار جديد، وعليكم السلام. Mm-hmm.